انا اللي بغيت نعرف كيفاش هاد السيده دارت هاد العقد وهي مزوجه، عقدات واحد العقد اخر برجل اخر ودارت عرس اخر وولدات واحد الدري اخر وهي لازالت في العصمه ديالي. مشينا للوطيل، بتنا في الوطيل، نعسنا في الوطيل، وهي ديك الساعه مزوجه وعندها وليد. انا كنت على وعد بالزواج بالسيده الاستاذه بعد ما كانت طالبه. والمهم شاءت لك خطبتها من عند العائله ديالها، تزوجنا بالفاتحه حيت كنت مازال ما طلقتش الزوجه السابقه اللي كتعيش في اسبانيا. في 2012 بعد ما طلقنا بدينا في الاستعداد للزواج، كتب عليا المكتوب وانا نتعتقل. في نهار 15/7/2013 اتممنا الوعد بالزواج على سنة الله ورسوله، وتزوجنا على سنة الله ورسوله بعقد شرعي، بعقد قانوني كيف يقولوا، ولا شرعي ولا. المهم كانت كتزورني بين الفئات والاخرى، كانت كتجي عندي كانت مساندني في المحنه ديالي بصراحه والله، كانت كتجي ديما وهذا. الا في 2016 في رمضان انقطعت الزياره ديالها عليا، ما بقاتش كتجي عندي. اتصلت بالام ديالها، قالت لي، صرحت لي بان الزوجه ديالي مشات للميريكان عند الاخت ديالها باش تخدم تماك، حيت كانت ديك الساعه مازال ما توظفتش. المهم في نهار 3/1 ملي خرجت جيت لدارنا، ريحت واحد الخمس ايام، ثم كتعرفوا الاعراف والعادات والتقاليد، بقيت واحد الخمس ايام في الدار. نهار 8 في شهر 1 بالصدفه تلاقيت معها قدام محكمه قضاء الاسره، مديره الطلاق، عاد مديره الطلاق، عاد كتطلق. المهم دخلنا في سيجار وهذا وهذا وهذا، جات الامن الوطني داونا طلقونا، انا ما عارفه اسم زوجها ديك الساعه. المهم بعد ما رجعنا لمحكمة قضاء الأسرة لقيت بأن حطات الطلاق نهار 12 في شهر 12/2018، ودازوا مع 3 جلسات أو 4، ما عرفش، أنا ما عرفتش شحال من جلسة دازت. المهم هو الطلاق نهار 15 في شهر 1 رجع للصلح، وراه فيه جلسة نهار 7 في شهر 2/2019، وهي عقدات واحد العقد آخر برجل آخر ودارت عرس اخر وولدات واحد الدري اخر وهي لازالت في العصمه ديالي. انا ما عرفتش، انا اللي بغيت نعرف كيفاش هاد السيده دارت هاد العقد وهي مزوجه، دارت هاد العقد وهي مزوجه. الله اعلم، ما عرفتش. وكاين هاد المقدم وهاد الشيخ وهاد الناس اللي داروا الباحث، وانا ما عرفتش انا واش اللي بغى يتزوج يتزوج، اللي بغى يطلق يطلق، اللي بغى، ما عرفتش انا والله، ما عرفت والله، ما عرفتش هاد السيده. المهم العقد في يدي، العقد دار نهار 31/8 في محكمة قضاء الأسرة في مكناس، والعقد ما فيهش مطلقة، فيه عازبة. عرفش أنا واش هاد البنت واش كاينة منها جوج ولا غا وحدة، هادشي اللي بغيت نعرف. لكن تسائل واش هاد البنت كاينة منها جوج ولا كاينة غا وحدة، والله ما عرفت. ربما دوك الناس كانوا عندهم التوام، وحدة عطاوها لي أنا راها في الميريكان، وحدة زوجوها هي أنا. ملي خرجت من السجن فعلا تلاقيت انا وياها وريحنا، وعندنا ادله على داك الشيء، مشينا للوطيل حيت راها مراتي. لا مشينا للوطيل، بتنا في الوطيل، نعسنا في الوطيل، وهي ديك الساعه مزوجه وعندها وليد. المهم الغريب في الامر اللي بغيت نوضح للمغاربه، هي ديك السيده فاش جابت واحد الوليد اللي قالت لي الابن ديالها والاسم ديالو وليد، عنده تقريبا شي عام وشي حاجه، ولكن الكاريط هي دايره غير عام وربع شهر. واش نساو لو كيولدوا على 3 شهور ولا ما عرفتش انا، ما عرفت ولا ما عرفت. انا كنطلب القضاء يحقق في هاد النقطه هذه. وسرقات لي، دات لي الفلوس، دات لي رزقي، ولكن داكشي كلشي غندليو به القضاء. الحمد لله القضاء راه دايرين، تصنتوا لنا في مكناس، تصنتوا لنا في الضابطه القضائيه ديال المديه، تصنتوا لي البارح في مكناس، ولله الحمد. القضاء عندي كلشي، عندي اي حاجه تنقولها انا عندي دلائل لها، حيت الحمد لله المغرب ياك بلاد ديمقراطيه وبلاد فيها القانون، واي حاجه عندنا وثائق ديالها في المحكمه، اي حاجه تنقولها ولا اي حاجه كنتحمل مسؤوليتها انا، حيت عندي الوثائق ديالي اللي كيدلوا باي حاجه قلتها، اي حاجه انا واثق من راسي. علاش كنهضر واثق من راسي؟ حيت عندي ادله ديالي قاطعه. كنت مقيم في الديار الاسبانيه بعد ما وقعت الازمه في اسبانيا، وقلت للزوجه ديالي باش ندخلوا للمغرب، ما بغاتش هي تجي، قالت لي لا انا غنبقى هنا حيت هي ما عزيزش على تجي لهنايا، قالت لي نبقاو في اسبانيا. قلت لها لا، مشي للمغرب، نلقى واحد الاستجار بيناتنا، تفاهمنا باش نتفارقوا، انا ندخل للمغرب ونستثمر في المغرب حيت بلادي عزيزه عليا وداك الشيء، ندير فيها داك الشيء ونعيش في بلادي. لا الزوجه ديالي بقات لي هي والابناء ديالي ليه، وانا دخلت للمغرب.
هذاك الشيء علاش ما تزوجناش في الاولى؟ كان ميل لا هذا الشيء اللي دارته هي كنت نديرو انا في الاول اللي راجلنا. انا في الاول قبل ما نطلق قرني تزوجت. علاش انا ما تزوجتش في الاولى قبل ما نطلق؟ علاش؟ حيت كنحترم القانون المغربي. وهي جا انا ما بغيتش نتزوج، علاش انا ما درتش العرس في الاولى؟ علاش انا ما درتش العرس في الاولى؟ علاش؟ حيت بغيت نطلق. هذا الشيء اللي طاحت فيه هي كنت نطيح فيها انا في 2012 ملي جيت هنا والسيده ساكنه معايا وكتجي عائلتها للدار وجالسين معانا وكل شيء. ما بغيتش ندير العرس، ما بغيتش ندير الكاغيط مزور، لا